أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية. وأنا سعيد جدا أني أشارك في المسرح الأثري، مسرح جميلة، وأحب أبلغ رسالة من عندي لجميع الوطن العربي، لجميع بلدان الوطن العربي. أتمنى الوطن العربي يكون كله مثل تسامح الجزائر. وايد حبيت الجزائر، حبيت شعب الجزائر، فن الجزائر. عندهم كمية فنون مخيفة لو طلعت على الأرض راح تكفيها وتزيد بعد. وإن شاء الله نقدم الأحسن في هذا الحفل إن شاء الله. بعد يعني زيارتك القسنطينة بمناسبة اختتام قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، اليوم في سطيف، كيف وجدت سطيف؟ يعني بصراحة شيء جدا رائع. قريت مقولة على محافظة سطيف: من الشعب وللشعب. يعني شيء جدا أثر فيني، استقبال الناس، طريقتهم، حفاوتهم، طيبتهم. صحيح أهل الجزائر وأهل سطيف بعد أهل كرم وجود. أنا شهدت في قسنطينة لما أحييت الحفل، كان يعني وكانت أول مرة لك يعني تتقدم على في قاعة زينيت، استطعت أنك تتفاعل مع الجمهور بطريقة يعني كأنك زرت الجزائر مليون مرة. ما هي التوابل السر؟ طبعا أنا كنت أزور الجزائر بقلبي، في قلبي، لأن كنت دائما أسمع فن الجزائر وأدرسه، أدرس الألحان، أدرس تحويل المقامات الجزائرية. فلما وصلت الجزائر حسيت على قولتهم لقيت المكان اللي أنا ضال منه، لقيت الجمهور اللي أنا أبحث عنه من زمان، والحمد لله. ممكن يعني تسمعنا مقطع من أغنية جزائرية؟ أنا يعني أنا أدري باللي ألفتها وبسرعة وجبت تجاوب كبير يعني. الحمد لله. طبعا ألفت أغنية اللي هي يا جزائري، وكانت فكرة متواضعة، والحمد لله رب العالمين. في نهاية الأغنية الجمهور كله قام بدأ يغني معي، فتقول يا جزائري اسمك فوق بالعالي، يا جزائري يا جزائري أصيل يا ولد بلادي، يا جزائري مليون شهيد لو ملايين تفداكي، تفدى ترابك يا أغلى بلادي، يا بلادي علم مرفوع نغسله بدموع، بصوتي هز العالم عاشت بلادي. شكرا. شكرا جزيلا لك. الله يسلمك، يعطيكم العافية، وإن شاء الله نلتقي في المسرح إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا سأستضيف أيضا نجم قادم من سوريا الحبيبة، وهو الفنان حازم شريف، الفائز بالمرتبة الأولى ببرنامج